طيب احنا معانا برضو الاستاذ محمد الضماطي، نائب رئيس اللجنه العليا المنظمه، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. اهلا بيك يا فندم. ازيك يا هيثم، اخبارك ايه؟ الف مليون مبروك على البطوله، الف مليون مبروك على التنظيم. الحقيقه بنشكركم من هنا لاخر الدنيا على حسن التنظيم، وان انتوا ما شاء الله كنتوا قدر المسؤوليه يا فندم. مبروك علينا كلنا ومتشكر جدا. وده النادي الاهلي دايما التنظيم بيبقى لازم يكون رائع ولازم يكون على النادي الاهلي. بنقول مبروك لكابتن ميدو مصالحي ومنعم وشكري وهيثم والمجموعه اللي معاك كلها، ورفعتوا راسنا وموسم رائع، وان شاء الله يكمل بقى كاس مصر باذن الله. طب بقول لحضرتك يا فندم، من اول ما يعني مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب وضع المسؤوليه في حضرتك والاستاذ محمد الجرحي، يعني ابتديتوا ازاي؟ شفتوا الموضوع ازاي؟ لان الموضوع معلش كان اربع بطولات او خمس بطولات، برضه مسؤوليه كبيره. ابتديتوا الموضوع ازاي؟ احنا لسه ما خلصناش، احنا لسه في منتصف ما انا عارف بس الجواب بيبان من عنوانه يا فندم، الجواب بيبان من عنوانه. لا طبعا زي ما بقول لك، احنا عندنا في النادي الاهلي الخبرات الموجوده كلها. طبعا كابتن روح عبد القادر مدير البطوله هو راجل عنده خبرات عظيمه في الموضوع ده، وشكلنا اللجان بناء على الخيارات اللي تمت. يعني اخر بطوله الاهلي نظمها كانت في توقيف السله، وبدانا نشتغل عليها وعملنا اجتماعات. كنا بنعمل اجتماعات تقريبا اسبوعيا مرتين وثلاثه، واشتغلنا على التسويق بتاع البطوله. خد مننا وقت برضه كتير، لان زي ما انت شايف كانت البطولات ليها اهتمام اعلامي كبير. فلا الحمد لله اشتغلنا عليها بشكل كويس، وساعدنا زي ما بقول لك الخبرات اللي موجوده كابتن روح عبد القادر والدكتور ياسر مصير والمجموعات كلها والرؤساء اللي كانت كلها ناس عندها خبره كبيره، ساعدتنا في اول تجربه لينا انا وكابتن. طب يعني حضرتك، انا كنت يعني بسال برضو، يعني هل مجلس اداره النادي الاهلي وحضرتك طبعا يعني عضو فيه وعضو مؤثر، ممكن نشوف بطولات زي دي تاني؟ ممكن النادي الاهلي يسعى من جديد لاستضافه بطولات افريقيه وممكن بطولات عالم ايضا؟ اتمنى ذلك. انا لسه كنت مع دكتور عمرو علواني بعد البطوله، قلت له ان شاء الله بقى احنا عايزينها كل سنه عندنا باذن الله، لان بتدي فرصه كبيره ان احنا نزود رصيدنا في البطولات الافريقيه، وبتدي فرصه للمشاهده احسن للعيبه بتاعتنا، وان شاء الله يبقى دايما حريصين ان احنا ناخد بطولات كبيره كلها تنظيميا عندنا في النادي الاهلي. طب انا اسال حضرتك سؤال، في حاله تاهل النادي الاهلي لبطوله الجلوبال شامبيون شيب او بطوله العالم للانديه، كمجلس اداره يعني هيكون موقفكم ايه؟ يعني لو النادي الاهلي استطاع او طلب طلبات من مجلس الاداره عشان النادي الاهلي يقدر يشارك في بطوله العالم للانديه، هل ممكن نلبي الطلبات دي ونروح ان شاء الله وما نقلقش؟ ده شغل بقى نشاط رياضي طبعا، ومع كابتن محمد صلحي، ويتعرض علينا كمجلس اداره. واحنا كمجلس طبعا ما اعتقدش ان في اي حد ممكن يبخل ان النادي الاهلي يكون موجود في بطوله هامه زي البطوله دي. فاعتقد ان شاء الله يعني دي شغلتنا كمجلس اداره، احنا نستقبل طلبات النشاط الرياضي ونبحثها، ودايما حابين النادي الاهلي يبقى موجود في اي مكان عالمي. بس قول لي حضرتك، يعني انت لعيب فولي بول كويس، شفنا الماتش اللي اتلعب بعد ال احنا مش لعيب لا ما احنا ده احنا بنعرف المباراه اللي هتتلعب بعد المباراه. يعني النادي الاهلي خلص مباراه المجموعه واعضاء مجلس الاداره اللي كانوا موجودين وكابتن رؤوف عبد القادر وكابتن خالد ابو زينه نزلوا عملوا ماتش، احنا بنعرف كنا عملنا استوديو تحليل يا استاذ محمد ولا ايه؟ اللي كويس انتوا ما عملتوش لا ده كان في شو ده انتوا حتى ما ارتبطتوش بعدد اللعيبه، يعني كان في نص الملعب في بتاع حوالي 15 لعيب. احنا نعمل اللي احنا عايزينه بقى ملعب طبعا وبعد النجاح التنظيم ده، لا الحقيقه يعني لازم تعملوا اللي انتوا عايزينه الحقيقه، لانه النجاح كبير وواجهه مشرفه حضرتك للنادي الاهلي، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا استاذ. اتفضل يا فندم، اتفضل، عايز اسمع حضرتك. ونتمنى بقى باذن الله التوفيق ليهم باذن الله في الماتش عندنا بعد بكره، ماتش الزمالك ان شاء الله دور قبل النهايه. عايزين بقى نختم بالكاس باذن الله عشان يبقى خدنا ثلاثيه السنه دي باذن الله ان شاء الله. واكيد برضو احنا قناه النادي الاهلي هنكون مع حضراتكم وهنتابع لحظه بلحظه كل يعني اللي بيدور جوه النادي الاهلي جوه الالعاب الصالات، وان شاء الله نكون يعني دائما ابدا ملوك الصالات يا فندم. ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ محمد الضماطي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس ونائب رئيس اللجنه العليا المنظمه. الحقيقه مجهود مشرف، نشكر حضراتكم، باين عليكم حتى الاجهاد الحقيقه.